بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، وألفاظ التقريب للإمام أبي شجاع، وفتح القريب المجيب هو شرحه لسيدي محمد بن قاسم الغزي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن تقريبا في نصف الكتاب، ونصف الكتاب يبدأ بكتاب الفرائض والوصايا، كتاب أحكام الفرائض والوصايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علم الفرائض وهو علم المواريث نصف العلم، فجعله الفقهاء في نصف الكتب. والمقصود بنصف العلم مش المقصود النصف بالتحديد، لأنه الدين جاء لأحكام الحياة وللأحكام ما بعد الحياة، فكأن أحكام الحياة تعلقت بها الأحكام السابقة، وأحكام ما بعد الحياة وهي علم المواريث تعلقت بالقسم الثاني من حياة الإنسان وهي الحياة البرزخية، بداية أحكام المتعلقة بالموت. يعني كتاب أحكام الفرائض والوصايا. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، من الفرض بمعنى التقدير، لأن الفرض بمعنى القطع وبمعنى التقدير. ولا شك أن أقسام المواريث أقسام مقدرة شرعا، فيها النصف وفيها الربع وفيها الثمن وفيها الثلث وفيها السدس وفيها الثلثان، فهي أشياء مقدرة، ولذا سميت فرائض بمعنى فريضة أو مفروضة، وهي من الفرض بمعنى التقدير، زي ما ربنا بيقول مثلا فنصف ما فرضتم في الطلاق، فنصف ما فرضتم يعني فنصف ما قدرتم من المهر، مش كده برضو؟ وإن كان الفرض أصلا معناه له معنى آخر وهو القطع، لأن أيضا التقدير هو قطع النزاع، لما تقدر شيء بتقطع النزاع، ففيه معنى القطع بقطع النزاع وقطع الاحتمال. والفرض شرعا اسم نصيب مقدر لمستحقه، والوصايا جمع وصية، من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، كأنه هو بيصل عمله لما بعد الموت بوصيته، لأنه تعتبر من عمله فتنسب له وهو في قبره، فكأنه وصل عمله بعمل آخر بعد موته وهي الوصية. وعلى شكل يا جاية من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. الأصل يعني الدليل في علم المواريث هي الآيتين المشهورتان في سورة النساء، والآية الأخيرة أيضا التي تكلمت على أحكام الكلالة، يعني تقريبا ثلاث آيات يقوم عليها علم كبير، ثلاث آيات، آيتين في سورة النساء، آية 11 وآية 12 وآخر آية من سورة النساء، فده الأصل. وأصل برضو لها دليل آخر من قول النبي: تعلموا الفرائض فإنه من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي.
علم الفرائض يحتاج لثلاث علوم على فكره. علم الفرائض يحتاج لثلاث علوم عشان تخشه تتعلمه، لازم تتقن ثلاثه علوم: علم الانساب وعلم الحساب وعلم الفتوى، لانها فيها حساب طبعا. ويمكن هو علم الفرائض ده هو اللي انشا علم الجبر، وعشان كده علم الجبر علم اختص به المسلمون ما كانوش يعرفوه بسبب علم الفرائض، لانه فيه الانصاف والاثمان والارباع والاسداس، فهو ايه؟ فهو علم اسلامي يعني. فتحتاج كمان علم الانساب عشان تعرف ايه القرابه والادلاء للقرابه وكيفيه الحجب وعدمها وانواع القرابه والنسب، فيحتاج علم الانساب. وكذلك علم الفتوى، لانه عشان تعرف ايه متى يكون يرث تعصيبا ومتى يرث بحجب نقصان ومتى لا يرث بحجب حرمان، فيتحتاج ايضا لعلوم فتوى وهي العلوم التطبيقية، لان احيانا يعني تعرف ميراث المفقود مثلا، لو واحد فقد مش عارفين هو فين وغاب سنوات طويلة، هل نحكم بوفاته ولا لا نحكم بوفاته، ومتى نحكم بوفاته، واذا حكمنا بوفاته، لان قد يكون الموت حكمي تقديري وقد يكون حقيقي. حقيقي يعني شفناه مات قدامنا، وتقديري يعني غاب في مكان وانقطعت اخباره، يقوم يجي القاضي يحكم تقديرا بوفاته وينبني عليه الفتوى بتقسيم الارث. طبعا اسباب الارث ثلاثه وموانع الارث ثلاثه، دي كل دي مقدمات تبقى عارف. اسباب الارث ثلاثه وموانع الارث ثلاثه. دي اسباب الارث النسب للقرابه يعني، النسب والنكاح اللي هو الزواج، والولاء اللي هو ولاء العتق. طبعا دلوقتي ما بقاش عندنا احنا الولاء لان ما بقاش فيه رق، فاصبح اسباب الارث عندنا في زماننا اتنين بس: النسب والنكاح. كان زمان فيه العتق وكان فيه لسه رق، فكان ايضا المولى المعتق يرث من اعتقه ان لم يترك وارث، واخد بالك؟ فكان العتق من اسباب ايه؟ الارث. موانع الارث ثلاثة: القتل واختلاف الدين والرق، ثلاث حاجات تمنع من الارث. يعني ما ينفعش عبد يرث، لان العبد لو ورث اللي بيرث سيده، وبالتالي لا يرث العبد. كويس؟ يعني لو في عبد وابوه حر ومات الاب، الابن العبد لا يرث، لانه لو ورثه لورثه سيده، لان ليس له ذمه ماليه، وبالتالي الرق يمنع الارث. كويس؟ يبقى عندنا الرق من موانع الارث، واختلاف الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوارث دينان، اختلاف الدين ايضا يمنع الارث. وفي اختلاف الدين بقى في الكافر الاصلي وفي المرتد، والتفاصيل هنتكلم عليها بعد كده. وبعدين عندنا القتل والرق واختلاف الدين، ثلاث حاجات. يعني لو واحد قتل أبيه لا يرثه، كويس؟ ولو كان خطأ، ولو قتل خطأ، شوف قد إيه، يعني يسموه شبه عمد. ولو قتل شبه عمد، يعني شبه عمد ليه؟ علشان نخرج الأب الذي قتل ابنه يقصد إنه إيه؟ يربيه، يؤدبه، ولا يقصد قتله، فمات تحت تأثير التأديب، فبرضه في الحالة دي لا يرث. شفت قد إيه؟ وإن كان لا يقاد منه، يعني لا يقتل بابنه، لكن يعذر، قد يعاقب عقوبة تعزيرية، لكن لا يقاد منه، وفي نفس الوقت لا يرثه. فالقتل يمنع من الإرث بكافة أنواع. دي مقدمات نبقى عارفينها كده وإحنا داخلين في هذا العلم. أسباب الإرث وموانع الإرث. ثم بعد ذلك الوارثون من الرجال المجمع على إرثهم. طبعا ليه قال المجمع على إرثهم؟ لأنه هو ما قالش أولي الأرحام. أولي الأرحام يرثون في مذهب الأحناف وعلى وجه راجع عندنا عند الشافعي، واخد بالك؟ لكن في وجه آخر مرجوح، وفي بعض المذاهب الأخرى لا تورث أولي الأرحام. أولي الأرحام اللي هم القرابة من جهة الأم كالخال، واخد بالك؟ وكعم الزوجة،
وخال الزوجة. يعني افرض واحد مات ولم يترك إلا خالا فقط، فهل الخال يرثه؟ لأنه لا يدلي إليه بنسب من جهة الإيه؟ العصب. فهمت إزاي؟ ففي مذهب ووجه راجع عند الشافعية يرثه، والمذهب الثاني اللي هو الأحناف عندهم يورثوا إرحام لو لا يوجد أصحاب فرائض ولا عصب، لو اختفى أصحاب الفروض والعصبات فأولي الأرحام إيه؟ لكن في مذاهب تانية لا تورثه، ما تركه لبيت المال، وده الوجه الثاني للشافعية في أولي الأرحام. فهمت؟ عشان كده قال المجمع على إرثهم لإخراج المذهب الآخر. والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم 10 بالاختصار وبالبسط 15، يعني 10 أنواع لو احنا اختصرنا، وبالبسط 15. وعد المصنف 10 بقوله الابن وابن الابن، يبقى ده أسفل النسب، أسفل النسب اللي هو طلع منه فرعه الابن وابن الابن، وأعلى النسب الأب والجد، مش كده برضه؟ فيبقى بدأ بالأسفل، الابن وابن الابن، وإن سفل أو سفل أو سفل بتسليس الفاء والأفصح فتحة، يعني معناه وابن الابن وابن وابن الابن وهكذا. الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخ. هنا في اختصار بقى، لأن الإخوة 3 أنواع، عشان كده اختصر، عشان كده قال لك لو بسطناها هتيجي 15، خد بالك. هنا خلى الأخ نوع واحد، لكن هما في الحقيقة 3، أخ شقيق وأخ لأب وأخ له، مش كده برضو؟ أخ شقيق الإخوة الأشقاء اللي هما لأب وأم، والأخ لأب يسموه إيه؟ إخوة أعيان، واخد بالك إزاي؟ إخوة أعيان، والأخ الأم يسموه إخوة أخياف، واخد بالك إزاي؟ لا، الأخ لأب إخوة علات، الأخ الشقيق يسموه أخ الإخوة الأعيان الأشقاء، والأخ لأب يسموه الإخوة العلات. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد. فالإخوة الأب يبقوا إيه؟ اسمه الإيه؟ العلات. والإخوة لأم يسموهم إخوة أخياف. يبقى عندنا 3 أنواع من الأخوة. هنا عدهم 1 على أساس يجمعهم لفظ الأخوة، لكن في التفصيل ممكن يطلعوا 3. وابن الأخي عدوا برضو 1، وهم نوعين، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لأن ابن الأخ لأم مش هيرث لأنه هيطلع إيه؟ من أولي الأرحام. فهمت؟ علشان كده بنقول والأخ وإنت وابن والأخي وابن الأخي وإن تراخ. ابن الأخ الشقيق لأب، كويس؟ وإن تراخ. يعني عندنا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يبقى الأخ ده يتفك 2. فهمت ازاي؟ هناك الأخ اتفكوا 3، وابن الأخ اتفكوا 2، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. وإن تراخى، وإن تراخى يعني إيه؟ امتد. والعم برضو العم يتفك 2، عم الشقيق والعم الأب. فهمت ازاي؟ وابن العم برضو يتفكوا 2، ابن العم الشقيق وابن العم الأب. وبالطريقة دي يبقى جبنا 5 اللي يبقوا 15. يقول لك لو بسطنا يبقوا 15، ولو جمعناهم بالاختصار يبقوا 10. فهمت بقى المسألة؟ وابن العم وإن تباعد، والزوج، الزوج ولو في عدة رجعية يبقى برضو يرث، يعني الزوج في عدة رجعية برضو يرث لأنه ما زال زوجا. يعني افرض طلق زوجته وماتت في عدة رجعية الزوجة، ورثها الزوج، وكذلك بالعكس الزوجة لو طلقها زوجها في عدة رجعية ومات الزوج ترثه الزوج. فهمت بقى المسألة؟ يبقى نقولهم تاني كده
باختصار الأمة العشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق اللي هو عاشرهم بقى. المولى المعتق اللي هو السيد الذي أعتق، والمولى المعتق لأن بيبقى بينهم ولاء، ولاء عتق يسموه. ما احنا قلنا أسباب الإيه؟ الإرث، النسب والنكاح والولاء، الولاء العتق وليس ولاء الإسلام، لأن ولاء الإسلام نسخ بالإرث به، لأن ربنا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. كان الأول المهاجرين، آخى الله آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يرثون بالمؤاخاة دي، مش كده برضه؟ في الأول، والمؤاخاة دي نوع من الولاء برضه. فإيه انتفت بإيه؟ بالنسب، وصار الولاء الولاء بالعتق هو اللي بقي، الولاء بالعتق هو اللي بقي. بيقول: ولو اجتمع كل الرجال، افرض بقى العشر انواع من الرجال دول موجودين، قرايبه كتير ماتوا، قرايبه كتير كلهم متوفرين، اعمامه عايشين واولاد اعمامه عايشين، واخواته عايشين واولاد اخواته عايشين، واخد بالك ازاي؟ وابائه عايشين واجداده عايشين، فهمت ازاي؟ يعني سايب كلهم عايشين، يرث منهم ايه؟ يرث منهم ايه؟ ثلاثة بس، لان الثلاثة دول هيحجبوا اللي وراه، فهمت ازاي؟ ثلاثة فقط، وهو الاب والابن والزوج. طبعا الاب هيحجب الجد، مش كده برضو؟ ويحجب الاخوة، ويحجب العم، ويحجب ابناء العم، الاب هيحجب كل دول. وبعدين الابن، الابن كمان هيحجب ايه؟ هيحجب كل دول برضو. والزوج، يبقى الثلاثة اللي هم لو اجتمع كل الذكور موجودين ما يورث منهم إلا ثلاثة: الأب والابن والزوج فقط. ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا إيه؟ امرأة، اللي هي الزوجة يعني، امرأة. هو هنا حتى لفظ امرأة ليه؟ لأن الإمام الشافعي كان يحب ما يقولش الزوجة. ليه؟ لأن هي أصلا الزوج يطلق على الذكر والأنثى، الزوج يطلق على الذكر والانثى، كلمة زوجة دي عربيا غير فصيحة، والإمام الشافعي كان فصيح. وإن كان العلماء تجاوزوا قالوا في علم المواريث قول الزوجة، وإن كانت غير فصيحة عشان تشيل الالتباس، بالرغم إنها غير فالإمام الشافعي عشان يهرب من الحكاية دي وهو فصيح كان يقول امرأة، فهمت إزاي؟ ما يقولش بقى إيه؟ زوجة. في بعض يقول لك إيه؟ امرأة زي ما يقول امرأة فرعون، اللي فهمت على دين واحد. لا يعني مش شرط، بس لا ما يضرش، ما يضرش، لا ما يضرش الا امرأة وهي الزوجة عموما. يعني احنا قلنا لو اجتمع الذكور كلهم ما يرث منهم الا ثلاثة، والثلاثة دول يرثوا في حال ان يكون الميت امرأة اللي هي الزوجة، مو عشان الزوج يرث لازم تبقى الزوجة مات كده برضو، مش احنا قلنا زوج واب وابن؟ طب الزوجة هياخد ربع، مش كده برضو؟ لان ليها ابن، يبقى الزوج ياخد ربع، ما لو ما لهاش ابن كان الزوج ياخد نص، يبقى في الحالة دي الزوج هياخد ربع، وطالما في ابن يبقى الاب ياخد سدس، فهمتني ازاي؟ والابن ياخد الباقي، فانا عندي سدس وعندي ربع، العامل المشترك بينهم 12، يبقى اصل المسألة هنا 12، فهمتني بقى ازاي؟ ال 12 سهم يعني نقسمها على 12 سهم، فيبقى الاب هياخد سدس يعني هياخد 2 من 12، والزوج ياخد ربع يعني ياخد 3 من 12، 3 و2 5، يتبقى من ال 12 كام؟ 7، ياخدهم الابن 7 من 12 سهم، فهمت بقى المسألة؟ فالمسألة هنا في الصورة دي هتبقى من 12. والوارثات من النساء المجمع على إرثهن 7 بالاختصار وبالبسط 10، هنشوفها لك برضو ايه اللي هو ايه دخل ايه فيه. وعد المصنف 7 في قوله: البنت وبنت الابن وان سفلت. هو طبعا ما كانش يحط التاء هنا، وبنت وابن الابن وبنت الابن وان سفل، لان هنا الكلام يعود على الابن، ابن البنت، فكان من حق وش هنا يحط التاء،
التاء هنا هتبقى ايه؟ تعمل لبس، لانك ايه؟ وان على البنت الاولى يعني. لا ابدا، ما هو البنت، ما هي بنت البنت ما بتورث، ده بنت الابن بس، بنت البنت ما بتورث. فهمتني ازاي؟ لا لو البنت مش موجوده. ايوه انا بقول لك حتى بنت البنت ما بتورث، بتورث بالوصيه الواجبه. هنيجي بعد كده الوصيه الواجبه خد بيها القانون المصري. لكن اللي تارث من اصحاب الفرائض لا، في حال انفرادها. في حال تاخد بنت الابن، تاخد نصيب البنت الميت. اما نشوف هنا يبقى ايه؟ عدى المصنف السبع في قوله البنت وبنت الابن وان سفل، يعني وان سفل الابن. والام والجده، الجده هنا بقى تفكها يبقوا اتنين، الجده لام والجده لاب، عشان كده هنا لما اختصر قال الجده وسكت، لكن لو فكناها تطلع الجده لام والجده لاب. وان علت والاخت والزوجه، الاخت برضو نفكها تبقى ثلاث انواع، الاخت الشقيقه والاخت لاب والاخت لام. فهمت ازاي؟ فاختصر يعني. والزوجه قلنا ولو في عده رجعيه تارث برضو. والمولات المعتقه، والمولات المعتقه، يبقى احنا عندنا في ثلاثه ايه اختصرهم، اللي هي ايه؟ الجده لام، والاخت لاب، والاخت ايه؟ لام. الثلاثه اللي اختصرهم، هو قال سبعه، سبعه والثلاثه المختصرين يبقوا هم 10 على التفصيل. فهمت بقى المساله؟ طب ولو اجتمع كل النساء فقط، يعني افرض ان هو مات رجل ولم يترك الا النساء دول بس، يعني قرايبه كلهم مفيش ذكور خالص، فاجتمع كل انواع النساء، واخد بالك؟ فاللي يرث منهم ايه؟ خمسه، البنت وبنت الابن والام والزوجه والاخت الشقيقه، خدت بالك؟ دول اللي يرثوا. ولا يكون الميت في هذه الصوره الا رجلا، يعني زوجا، مش كده برضو؟ طيب في الحاله دي البنت تاخد النص، مش كده؟ وبنت الابن هتاخد السدس عشان تكمله الثلثين. فهمت ازاي؟ لان البنت لو كانوا بنتين هياخدوا الثلثين، فبنت الابن تاخد بقيه الثلثين، لان البنت هتاخد النص فبقيه الثلثين السدس. فهمت؟ فيبقى في الحاله دي البنت تاخد النص وبنت الابن تاخد السدس، والام بتاخد السدس طبعا. ليه؟ لان وجود ابناء حجب الام حجب نقصان، مش كده برضو؟ فخدت السدس بدل ما تاخد التلت، والزوجه تاخد التمن علشان ايه؟ له اولاد، والاخت الشقيقه تاخد الباقي. فالمساله هنا هتبقى فيها نص وفيها سدس وفيها تمن، فطالما فيها نص وسدس وتمن تبقى نقسمها على 24، واخد بالك ازاي؟ تبقى عشان تقبل الاسم نخليها على 24. فهمت؟ عشان تبقى ايه؟ اقسام. وبالتالي تبقى البنت تاخد 12 سهم من 24، النص 12 سهم من 24، وبنت الابن هتاخد 4 من 24 عشان تبقى سدس، مش كده برضه؟ والام هتاخد زيها 4 من 24، تاخد سدس برضه زي ايه؟ بنت الابن. والزوجه تاخد 3 من 24. طب اما نيجي نجمع بقى 3 و4 و4 و12 يطلع ايه؟ 23، يتبقى واحد، تاخده بقى الاخت الشقيقه. فهمتني ازاي؟ هتاخده الاخت الشقيقه. طب لو اجتمعوا ما يمكن اجتماعه من ذكور واناث، فهمت ازاي؟ بقى نجتمع كل الذكور وكل الاناث، عدا الزوجه فانها الميته، او عدا الزوج فانه الميت. ورث منهم في المسالتين خمسه، الابوان والابن والبنت واحد الزوجين، الابوان والبنت والابن واحد الزوجين، خدت بالك؟ الابوان اثنين، الاب والام يعني، مش كده برضو؟ والبنت والابن واحد الزوجين، يبقوا يرث منهم خمسه.
المسألة في حال الزوج البنت الأم هتاخد تمن، الزوجة هتاخد التمن، والأم تاخد سدس، والأب سدس برضه، والأبناء فالمسألة لما تبقى من 8 وفيها أسداس فهتبقى غالبا نقسمها على، هي ممكن تبقى على 12، واخد بالك ازاي؟ تمشي بقى، بس مش هتقبل القسمة في الحالة دي، فهنخليها على 36. هتبقى المسألة في حالة ايه؟ 8 و 6 يقبلها على 24. ما هو هيتبقى بعد كده قسمة نصيب الابن مع البنت هيبقى نسبة 3، فمش هيجي على عدد صحيح. فلازم عشان تصححها توصلها ل 36. عشان تصحح نصيب البنت. لأن هيتبقى حوالي مثلا 5، والخمسة لا ثلث لها. لأن البنت المفروض تاخد إيه؟ نصف الولد. فهتلاقي الباقي لك 5. الخمسة ما تعرفش تقسمهم بين. فعلشان كده الأحسن. هتاخد لو هو ياخد 2.5. ما هتيجي إنصاص. هتيجي إنصاص عشان نسويها فنخليها على 36. خدت بالك إزاي؟ ولو كانت الزوجة المسألة هتبقى على 72. علشان تقسمه، لان اصل المساله الاولانيه في 12، فهيتبقى عندنا 3 من ايه، من النصيب، فنضرب الثلاثه اللي هي الفرق علشان تصح القسمه في نصيب الابن والبنت. فهمت ازاي؟ علشان هيتقسم على 3 من 2 لـ1. فهمتني ازاي؟ يعني مش البنت والولد 2 لـ1، فاتنين زائد واحد يبقى كام؟ 3. فالثلاثة دي اروح ضاربها في اصل المسألة اللي هي ال 12 تطلع ال 36. فهمت ازاي؟ عشان يطلع العدد السليم. طيب عندنا بقى الزوجة لما تكون هي اللي ميتة هيبقى اصل المسألة 24. اصل المسألة هيبقى 24. وعندنا برضو نصيب البنت والبنت الثلاثة 2 لـ1، تضرب 3 في 24 تطلع 72 عشان تقسم بسهولة. فهم؟ يعني علم المواريث عايز بس تخيل في الرياضه شويه، علشان بدل ما اخلي الابن يورث حاجه ونص. فهمت ازاي؟ انا عايز عدد صحيح. فهمت ازاي؟ اروح انا مقسمها على 72 يقوم كله ياخد عدد صحيح. هنا بقى بيقول ايه؟ ومن لا يسقط من الورثه بحال، يعني لا يحجب حجم حرمان بحال، لان الحجب عندنا نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. ففي انواع لا تحجب حرمان مطلقا، طالما موجود لازم يورث. فهمت ازاي؟ طالما عايش يعني وحضر وفاه اللي هيورث منه لا يمكن يحجب. ومن لا يسقط من الورثه بحال 5، الزوجان، اي الزوج والزوجه يعني. هو طبعا الاولى ان يقول احد الزوجين، لان ما لا يتصور ان الزوجان يبقوا عايشين. فهمتي؟ بقول احد الزوجين احلى، مش كده برضو؟ اي الزوج والزوجه والابوان، الاب والام ما يحجبوش ابدا. وان كانت الام هتحجب في وجود الاخوه والابناء حجب نقصان، لكن مش هتحجب بالكليه، تحجب من الثلث للثلث، مش كده برضو؟ وولد الصلب، ولد الصلب ذكرا كان او انثى، يبقى الولد يعني مولود سواء كان ذكر او انثى ده لا يحجب مطلقا بل لازم يورث. احد الزوجين برضه احد الزوجين يحجب حجب نقصان برضه، في حجب نقصان في الازواج طبعا، لما لوجود الفرع الوارث يحجب الزوج من الربع، من النصف الى الثمن، الى الربع من النصف، والثانيه من الربع الى الى الثمن، يبقى حجب نقصان برضه، لكن مش حجب بالكليه. ومن لا يرث بحال 7، اللي هو حجب حرمان بقى 7، العبد والأمة، كان حقه يقول الرق، الرقيق وخلاص كان ريح، لكن هو قال العبد والأمة، ولو عبر بالرقيق لكان أولى، عشان كده الشارح قال لك لو عبر بالرقيق لكان أولى، والمدبر وأم الولد والمكاتب. العجيب انه لو كان قال الرق الرقيق لكان دخل الاربع انواع دول، بدخل العبد والامه
ويدخل المدبر وام الولد والمكاتب في كلمه واحده يقول لك الرقيق. لكن هو منه ما ايه ما جمعاش في الرقيق فاضطر يفصل فخلاهم سبعه. يبقى من لا يرث بحال سبعه ده يسموه حجب حرمان. العبد اللي احنا قلنا ان الرق مانع من الارث مش كده برضه؟ من موانع الارث الرق واختلاف الدين والقتل. فيبقى عندنا هنا ايه الرق يمنع. وانواع الرقيق ايه؟ انه يكون قن. قن يعني ايه؟ يعني رقيق 100% ده اسمه قن. او مدبر يعني يقول له انت حر دبر موتي. فهمت ازاي؟ وبرضه ده لا يرث لانه لم يتم حريته بعد. وام الولد كذلك لان ما زالت رقيق ويحررها ابنها. يعني عند وفاته في لحظة لطيفة بتتحرر، لكن في عند الوفاة في لحظة لطيفة أيضا كانت رقيقة. وبالتالي أم الولد يحررها ابنها لما يموت سيدها. لما يموت سيدها. والمكاتب، لأن المكاتب يعني اللي بيشتري نفسه من سيده رقيق ولو بقي عليه درهم. وبالتالي ما زال فيه وصف الرق. وعشان كده ده حجب بالوصف. طالما في وصف الرق لا يرث. فهمت ازاي؟ سبب الحجب هنا الوصف. انه ايه؟ ان هو له تعلق بالرق. واما الذي بعضه حر اذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ورثه قريبه الحر وزوجته ومعتق بعضه. اللي هو يسموه ايه؟ المبعض. يعني واحد نصفه حر ونصفه رقيق. فكان بيعمل يوم ويكسب في اليوم الحر فيه ده. واليوم الثاني رقيق فمكسبه في اليوم الثاني ده لسيده. ففضل يحوش فصار عنده مال كسبه بنصفه الحر. فان مات يرث من نصفه الحر ورثته. فهمتني ازاي؟ اما طب افرض لم يجد لم يترك ورثه ليه؟ يرثه معتقه سيده المعتق لهذا الجزء. فهمتني ازاي؟ والتاني ما يرثوش لانه ايه عبد. الرق يمنع. ومعتق بعضه. حر يعني يسموه مبعض. يعني جزء منه حر وجزء منه كأن يكون عبد كان له يعني يملكه اثنين او ثلاثة او اربعة. فاشترى نفسه او اعتقه جزء منهم وبقي رقيق لواحد او اثنين منهم. فهم؟ فبقى بعضه حر والبعض الاخر رقيق. فاذا اكتسب مالا ببعضه الحر ومات فيورث ايه بهذا الجزء الورثة بتوعه. وان لم يترك ورثة يرثه مين؟ من اعتقه. فهمت ازاي؟ والقاتل برضو ايه خد بالك احنا قايلين ان القتل يمنع من الارث. عشان كده قال لك ومن لا يرث بحال. يعني بيذكر لك موانع الارث. والقاتل. القاتل لا يرث ممن قتله سواء كان قتله مضمون سواء كان قتله مضمونا ام لا. يعني مضمونا بدية او قصاص يعني. او لا او غير مضمون. بأي ايه سواء قتل عمد او شبه عمد. زي ما قلنا. كل ده برضه لا يرث. او خطا خالص من الشيخ. القتل الخطا فيه بقى تفاصيل في المذاهب. واخد بالك كبيره. لان ممكن انسان يدعي خطا وهو يقصد قتله. وعلشان كده عند الشافعيه قال لك لا مطلق القتل. طالما ساهم فيه بالمباشره او بالتسبب. واخد بالك سواء كان مباشر للقتل او متسبب في القتل. فهمت؟ ولو متسبب بالإعانة حتى. ولو أعان. كل ده يحرم. ليه؟ طبعا في من موانع الإرث برضه النبوة. بس ليه ما بنقولهاش؟ لأن ما فيش نبي بعد نبي. لكن موانع الإرث النبوة. وصف النبوة يمنع من الإرث. فالأنبياء قالوا نحن معاشر الأنبياء لا نورث. واخد بالك من موانع الإرث أن يكون الميت نبي. فهمتني إزاي؟ بس ده خاص طبعا بنبينا. طالما لا نبي بعده ما حطيناهاش بقى.
لان مش هنحتاج الحكم تاني. والمرتد ومثله الزنديق وهو من يخفي الكفر ويظهر الاسلام. هو طبعا المرتد واهل ملتين كان حقه يقول اختلاف الدين ويريح نفسه، فكان جمع الاثنين دول. والمرتد ومثله الزنديق وهو من يخفي الكفر ويظهر الاسلام، واهل ملتين، فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه، ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني. لان عند الشافعية الكفر كله ملة واحدة، فلو واحد متزوج مسيحية وماتت، يهودي متجوز مسيحية وماتت زوجته المسيحية، اليهودي يورث على مذهب الشافعية على اساس ان ملة الكفر كلها ملة واحدة. لكن عند الاحناف اظن لا، عند الاحناف ان الكفر ملل متعددة، وبالتالي لو كان يهودي متزوج مسيحية او العكس مسيحية متزوجة يهودي لا يتوارثان عند الاحناف ويتوارثان عند الشافعية. فهمت ازاي؟ لان الملكية الاحناف قالوا ان الكفر ملل متعددة، وتعامل كل ملة بديانة. ما اعرفش القانون المصري واخد بيه، يمكن واخد برأي الاحناف مثلا، نبقى نسأل. هو غالبا بياخد برأي الاحناف في المسائل دي. اذا كان واخد برأي الاحناف يبقى معناه لو كان واحد مسيحي مصري متزوج يهودية مصرية ما يورثوش بعض لو مات، لو كان القانون المصري واخد بايه؟ برأي الاحناف في المسألة. لكن لو واخد برأي الشافعية في المسألة يورثوا بعض. فهمتني ازاي؟ وبالتالي لو واحد مسلم متزوج كتابية لا يتوارثان، لو ماتت زوجته ما يورثهاش، ولو مات هو هي ما تورثوش، لكن ابنائه يورثوه. فهم؟ وابنائها منه لا يرثوه، لا يرثوا امهم، لان ابنائها مسلمين، ابنائها منه مسلمين وهي غير مسلمة، يبقى لا يرثوا امهم. فهمتني ازاي؟ الاختلاف الدين. فناخد بالنا من الايه؟ تطبيقات دي مهمة. في حاجة تانية، ولا يرث حربي من ذمي وعكسه لانقطاع الموالاة بينهم. يعني ايه؟ يعني افرض انت ان اليهود بيحاربونا، كويس؟ اليهود بيحاربونا وقاعدين دلوقتي في فلسطين، وفي يهودي مصري قاعد معانا في مصر. فهمتني ازاي؟ وابوه قاعد التاني في فلسطين اللي هما بيحاربونا. اليهودي المصري ده ذمي قاعد معانا ما بيحاربناش، واليهود التانيين في فلسطين بيحاربونا فبقوا حربيين، فمات ابوه في ارض الحرب ما يورثوش. فهمتني بقى ازاي؟ لانه في ارض حرب. لكن لو كان في سلم ما فيش حرب يورثوا بعض، مفيش مشكله. والمرتد لا يرث من مرتد برضه، لان المرتد دخل في دين لا يقر عليه، في حين ان ايه؟ المسيحي يرث من مسيحي، بس احنا اقريناهم في احكامنا على دينهم، لكن احنا لا نقر المسلم على ان يرتد. فهمتني؟ وبالتالي المرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر، يعني المرتد ده ما يورث من حد خالص. واقرب العصبات، وفي بعض النسخ والعصبة وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم وسبق بيانه، وإنما اعتبر السهم حال التعصيب. ما هو احنا ايه من ضمن أسباب النسب؟ إن ايه الإرث النسب، والنسب نوعان، أهل فرائض وتعصيب. ففي من يرث بالتعصيب فقط، وفي من يرث بالفرائض فقط، ومن منهم من يرث بالاثنين فرضا وتعصيب اللي هو بالرد بقى. دي خليها المرة الجاية عشان ايه ما نشرحهاش بعدم تفصيل يعني. فيكفي يعني. نقف ايه عندي واقرب العصبات الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله، لان ساعات ما نقعد نتكلم كتير في المواريز دي الناس ايه بتبتدي تسرح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.